تحب تجيب جورنال وتقرأ كاع. سبحان الله. هذا كيما البحر الميت، هكذا البحر الميت. البلاصه هذه بالضبط واش يديروا فيها؟ كاين اللي يجي يداوي فيها، جاهم حاطين بيدول هي، كاين اللي يجي يدوش بها، يجي بالملح هذا كاين اللي يداوي الجرب، كاين اللي يداوي واسمو الحب هذاك اللي ينوض في الجلد، ولا كاع حاجه عندها امراض جلديه متعلقه بالامراض الجلديه يجوا لهنا يداويو. وكاين واحد العين سخونه راهي شويه الفوق هنايا، كاع نزيد نخليها لكم في الفيديو ثاني، باش كي تكملوا تنحوا الملح هذايا وتنظفوا رواحكم. والحاجه الدوزيام اللي فيها ثاني مليحه، هذه البلاصه جايه شغل كيما بحر سيوه تاع مصر، هذيك سيوه تاع مصر. قد ما تحوس تهبط هذا في الماء هذا ما تقدرش تهبط، ما تحوس انت تغرق روحك ما تقدرش تغرق، اللي ما يعرفش يعوم كاع يقدر يعوم هنا، باسكو نسبة الملوحة عالية بزاف، الملح يخليك تطلع ما يخليكش كاع تهبط لداخل الماء، تسمى كي تسيي تهبط تعاود تطلع، ودوك في الفيديو كي ندخل الماء تشوفوا كيفاش العملية، نسيي نهبط ما نقدرش نهبط، كيما نحاول والو، وشنو ثاني حاجة تجيبوا معاكم الماء، الماء الحلو، باسكو هنايا الملح بزاف، غير تخرج عينيك يبدا يحرقو نيفك تسمى باش تغسل ديريكتوم وجهك. والبلاصه اللي تنقيو فيها روحكم دوك نوريكم راهي غير هنايا راهي غرقه مليح هي قال لك ما عندهاش القاع ما عندهاش حدود كاين اللي تستوها وقيلا جابوا حبيل وتستيها قالوا 15 متر في الوسط والله كيما نحكي احسن ما تخيف احسن ما تهبطش ما حصلت يا دير رجليك دوش هنا ها ها ما تقدرش تهبط ها بصح مالحة 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 ملح يقطع تقدرش تهبط ما تقدرش تهبط بصح نيفك وعينيك يتقطعوا بالملح دروك انت تلاقي تروح الدروجين ما تقدرش تهبط يا ما تقدرش والله ما ما تحوس تهبط ما تهبط ها ها صافي هي تطلعك بعد ايوا طلعك الملح ها ها هاك شمالي ندير الملح يطلعك ما يخليكش تهبط يسمى يدخل واحد ما يعرفش يقوم نورمال والله يكون عمرو لاعب ايوا هكذاك مليح هاي بعد ما كملنا التحميمه تاعنا في الجلده هذيك البركه تاع الجرب جينا لهنا نقوا روحنا من الملح هذا الماء سخون يغلي راح للحمام هنا الحمام صالحين وحمام اسمه هذا سيدي يحيى وكلش وجماعتهم نحي الملح تبرد وتجي رايح هذا ثاني مالح الماء هذا على كل حال بصح ماشي بزاف